دابا راه كنستقبل الموسم ديال دخول المدرسه وعندنا دابا الادوات والكارطابلات وعندنا بزاف ديال المصروف. حنا في منطقه الجبل منطقه ضعيفه بزاف وما كايناش مدخول، والمسكين هنا مسكين شويه كيوحل في هذا الوقت هذا، وكلشي غالي كلشي غالي، هذاك الشيء المسكين ما عندوش الخدمه ما عندوش دخول، ولا عنده الدراري خمسه دراري كيقراو ولا سته دراري ولا اربعه دراري في المدرسه راه بزاف. ما قادش واش المعيشه من جهه، الكتوبه من جهه، القرايه من جهه، المسكين الله يكون في العوان. زعما راه حقيقه المسكين راه في هذا الوقت صعيب عليه الحال بزاف، وضروا الحوايج ديال الدراري وضروا الكتوبه ديالهم والكارطابله ديالهم والحوايج، وهذاك الشيء عاد كتخلصوا عاوتاني في المدرسه، وكلشي غلا كلشي غلا، والله يكون في عون ديال الدراوش. وما كاينش اللي غادي يسير يعاونوا في هذا في هذه اللحظه هذه، ما كاينش غير الله سبحانه وتعالى اللي غادي يعاونوا صافي، ما كاينش شي اللي غادي يعاونوا من يعني من الحكومه المسؤولين ولا شويه وصافي. على حسب بنادم وصافي، كاين اللي عنده جات شي عليه عادي، كاين اللي ما عنده شرا الله يحسن العمل راه هذا الشيء صعيب، واخا شرا 500 ريال سميتي ولا شي حاجه جات عليه قاصحه، على حسب الظروف وصافي. دابا راه داك الشيء اللي بغا، والله انا جيت دابا انا ما عرفت اش غنشري، داك الشيء اللي كيطلب لي كنشري، احنا معاهم وصافي. سيلوات هاد الطباشير وهاد اللعب وهاد الفاطر والحوايج والمسائل راه عطاها الله ما تخضير. راه لا بدا تشري الحوايج كي غدر، لا بدا راه لا بدا تشري الحوايج للدراري، خاص تسلف تكلف باش الدراري دير لهم الخاطر. لا كنجيو ديما للسوق هذا سوق تيكلف، وتنجيو لهم بالنسبه للشكاير، كاينين شكاير في المتناول للجميع، كاين رخا 1200 كاين 1000 ريال كاين 1600 باش كاين الملي عاوتاني. والناس هنا مساكن على قد الحال، كل مسكين كل وجهده، والناس هنا مقصحين بزاف، كاين لا الشتا لا البهيم والو، قضيه عندهم كحطه الله يدير تا ويدير الخير وصافي. شويه شويه ضعيف هذا العام بزاف كاع بالنسبه للاعوام اللي فاتوا، بقاش كاع اللي جا عندك مسكين تيقول لك ما عنديش، كاين اللي تتعاون معاه كاع، كاين اللي تتعطيه، كاين اللي ونطلبوا الله يدير الله تاوي الخير والله ينزل البركه. بالنسبه لسميتو على حسب سميتو الثمن، كاين سميتو كاين اللي عنده الثمن، كاين اللي عنده سميتو الطاقه الاستيعاب سميتو كيجي تيتقدى، كاين اللي ما عندوش الله يحسن العوان ما تيبغيش سميتو تيمشي تي لجهه اخرى تيستقبل هو يدي البال ديال الجوطيه. الدخول المدرسي ولكن شويه هذا العام كاين شويه كاين الغلاء سميتو، المازوت غالي، كل شيء غالي، الله يحسن العوان كل شيء، داك الشيء الانسان مقصح بزاف، والعلف كلشي الانسان خصوصا هذه المنطقه يعني سميتو معروفه باسميتو بالفلاحه، معروفه باسميتو بالكسيبه، والكسيبه شي شويه عندهم شي شويه القضيه عندهم شويه مقصحين بها بزاف. بالوقت شويه عيانه ماشي بحال هذه الايامات، ما عارف دابا مع الشتاء قليله والناس هنا مع الفلاحه مع سميتو راك عارف شويه ضعاف شويه، وراك كما شتي الله يكون في العوار، الناس هنا ما عندهم حتى شي حاجه باش علاش عادي يعولوا، راه البركه ديال الله وصافي. نبيعو لهم الشكارة، نبيعو لهم الادوات ديال المدرسه، نبيعو لهم مقلامات المسطره داك الشيء اللي كيخصهم في المدرسه وصافي. شو ولا شويه هذا العام شويه ناقص على العام الاول، هذا العام شويه، العام الاول كان شويه، اما هذا العام في شويه ماشي شويه وصافي، راك عارف الوقت ما دايرهاش، والناس راه ما كاين اللي كاين اللي ما خدامش كاع، كاين العائل تيخرجوا على الناس يخدموا على برا عادي يجيبوا ولادو باش يشريوا الادوات، اما هنا في البلاد راه ما كاينش الكسيبه والفلاحه وداك الشيء، راه ما كايناش، راه اللي كيخدم على برا وكيجيب لهاد الناس باش يعاونهم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.